كريم يا رب الف بركه. يا حبيبي ده وحشني قوي. يا عيني امه تلاقيه جعان وده ما بياكلش اكل الطياره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اختي ورحمه الله وبركاته يا الف حمد لله على كلامك يا حاج. جرى يا حاج عمال اكلمك على الموبايل ما بتردش. اتفضلي تعالي يا ماي. تعالي حبيبتي ما تخافيش تعالي اتفضلي. اقدم لكم مايا عروستي الرابعه عدويه. يا ابن المجنونة هو الواد ده كده على طول دايما واخد الدنيا على الحامي. ما انت عارفه يا حاج ما بيضيعش وقت اكسبريس على طول. والله انا خايف لا يضيع نفسه هو طبعا. ويا ما قلت له يا ويلك من قرصة الحريم. خلي بالك من نفسك في حد في الدنيا يجمع الافاعي ويربيها جوه عبه غير يا حاج بقى واللعب عنده على الكيف. هو كيف ده يا ابني هو اللي بيذل صاحبه صدقني. الله ربنا يستر ربنا يستر عليك يا ابني ربنا يستر. قول لي. ايوه حبيبي. ان شاء الله العروسه اللي رايحه دي رايحه وهي عارفه انها واحده من الليستة ولا لسه ما تعرفش؟ مفاجاه كالعاده. ما انت عارفه يا حاج مجنون مجنون. معلش يا عجب ليه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا رضا امرني يا حاج. تعالى يا ابني شوف ست عايزه ايه. من عيني. كتر خيرك يا حاج انا لسه بنقي. لاقي براحتك يا ستي محل محلك. جراي يا حاج هما دول ستات امال لو شفت اللي انا شفته يا لهوي. شفت ايه يا بلاوي اشكال والوان وسحن شغل بره ما اتضربش فيه مفك. نعم يا حاج. قصدك يعني سوار حلوه؟ يا لهوي يا حاج صواريخ صواريخ. تمشي بقى تمشي عيب بتقولها في وشي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ابني اتقل ده في مراتك. مراتي يا حاج بقى ما تفكرنيش يا حاج. ده انا اكتشفت يا حاج بعد السنين دي كلها ان انا عايش مع ابن خالتي. الله يعني الواد اللي هتجيبوه ده هيبقى ابن عمتك. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. دول بقى يا مايا اهلي وناسي وعزوتي في الدنيا. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. واما تعاشريهم بقى سبحان الله تحس انك وسط اهلك وناسك وبالذات بالذات انهار. نورتي مصر. ايوه. والنبي اللي تيجي تقعدي جنبنا شويه عشان نقرب من بعض. قومي قومي وما تخافيش دول اخواتك ما تخافيش بس اهلك وناسك. حلوه كله عيره. يا اختي دي حلوه قوي وطريه قوي وطعمه قوي. عسل عسل سميحه دي يا ماي. ايه كده ليل ونهار تضحك وتهزر على طول. يا هدى. ايه يا حاج. السلام عليكم. مش اكرام الضيف واجب برضو ولا ايه؟ واجب يا حاج الحمد لله على السلامه. ميرسي. ايه ده دي بتنطق. حكايه بقول لك وسط اهلك وناسك. يا زينب. ايوه يا حاج. جهزي الاوضه الرابعه يلا. امرك يا حاج. مش هتسلم على عيالك وتشوفهم يا حاج؟ طبعا طبعا يلا ندهلهم. تعالوا يا عيال سلموا على باباكوا. جه دول عيلتي واللي شفتيهم دول يبقوا ولادي. انت كيف تعمل فيا هيك؟ عملت ايه؟ حكت عليا وخبيت انك مجوز. ما انت كنتي مخطوبه وفسختي الخطوبه اول ما تقدمت لك ورغم كده ما قلتليش. كيف عرفت انه كنت مخطوبه؟ هو انت فاكره ان انا هتجوزك كده عمياني؟ مش لازم اسال واعرف عنك كل حاجه. واستنيتك عشان تقولي لي عشان اقول لك انا كمان. ايه بس هيدا كانت مجرد خطوبه وده شرع الله. أنا مش عامل حاجة حرام. كل دول مراتاتي على سنة الله ورسوله. وأنا من حقي أتجوز واحدة واثنين وأربعة. كله بما يرضي الله. بس كان لازم تقولي هيدا حقي. وأنا كمان كان لازم تقولي لي. ما ده حقي.
معقول راسك فواز انت عم تعمل هيدا مثل هيدا؟ مايا انت ليه مكبره الموضوع؟ لا اله الا الله. لو حسيتي باي تقصير او اي حاجه ناقصاكي ساعتها يبقى ليكي حق انك تشتكي وتعترضي. بس هيدا الوضع ما راح اقدر اتقبله. انت لسه ما جربتيهوش يا حبيبتي عشان تعرفي هتقبليه ولا لا. لك انت ليه عم تعمل فيي هيك؟ شو عملت لك انا؟ حرام عليك. انا عملت ايه؟ انا شفتك حبيتك طلبتك للجواز وانت وافقتي. ما اظنش اني عملت حاجه غصب عنك. بس انت عم تجبرني على شيء ما راح اقدر اتحمله. مايا اللي مش هقدر استحمله انا واني اشوفك في الحاله اللي انت فيها دي. ما تبصليش كده مايا. حبيبتي انا عمري ما هظلمك وهعمل كل اللي اقدر عليه علشان اساعدك. انت مراتي دلوقتي يا مايا، مراتي، وعمرك ما هتحس ان في حاجه ناقصاكي. ودي بالك انت مش اقل من اي واحده فيهم. بالعكس بالعكس بقى، ده انت العروسه اللي جت وخطفتني منهم. يعني المفروض هم اللي يبقوا عاملين كده مش انت. شيلي من دماغك اي وساوس وجهزي نفسك لسعاده كبيره مستنياكي وفرحه انا شايلها لك. هتلاقي معايا اكتر من اللي كنت تتمنيه. شو رواق؟ ما ترتاحي يا ستي وتسيبيني اعمل العشاء زي كل يوم. خليكي في نفسك يا زينب وروحي اندهيلي على المحروسه الجديده خليها تيجي تطفح. قلبك وتعملي لها العشاء بنفسك كمان. زينب قلت خليكي في نفسك وروحي اعملي اللي طلبته منك، وعلى فكره الحاج زمانه على وصول. ما هو قلبك الطيب هو اللي مطمعهم فيكي. غوري من وشي يا زين، غوري. ده انتوا عيله تشيلي. عملت اللي قلتيلي عليه بالظبط، وسميحه مستنيها تخرج عشان تدخل تعمل اللي اتفقنا عليه. وانا كده بقى عملت اللي عليا. اتفضل. اللهم صل على النبي. قمر الحاج عنده حق. شو بدك؟ اتفضلي يا هانم العشاء جاهز. ما راح اطلع غير ما يجي فواز. الست انهار بتقول انه على وصول. انا ما حصني بحدا، ما راح اطلع غير ما يجي فواز. اهو الحاج بيركن ونازل اهو. عن جد؟ ايه يلا انطريني جايه معك. تفضل. استني يا ست افتحي. تفضلي. بدي انطر فواز. ككفرة لما تلهفك. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا حبيبي. أهلا. اشتقت لك. إيه الحلاوة والجمال ده؟ أيوة كده. بس خفي شوية. أنت كده هتجننيهم. من وقت ما ظهرت حابسة حالي بالأوضة، لك خايفة أظهر ما يعملوا فيي شيء. دول دول نسمة، نسمة ولا هتحس بيهم خالص. بقول لك ايه؟ انت وحشتيني قوي. هيدا الحكي بتقوله لإلي ولا لكل وحدة منهم؟ ما قلنا شيليهم من دماغك بقى عشان ترتاحي. ها؟ عشان ترتاحي يا قمر. العشاء جاهز يا أحلى عروسة. يا خبر أبيض. بنفسك يا نهار. أنا أفديك الساعة لما أعمل العروسة بتاعتنا الحلوة. مش بقول لك نسمة؟ نسمة. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. وانت يا اختي مالك كده وشك مصفر؟ فواز. ها امال فين سميحة حبيبتي؟ فين سميحة؟ سميحة. أنا هو يا عينيا. اسم الله عليك الواد تعبني قوي يا فواز لحد ما نام غلبني الواد شقي. معلش يا اختي معلش، ما هو طالع لابوه. حده منه، أصلها بتحبه وبتموت فيه.
عقبالك يا حبيبتي ان شاء الله كده لما تحبالي وتشيلي وتتعبي زينا. احنا مش هنتعشى بقى ولا ايه؟ لا احنا ما نتعشاش ازاي، ده احنا لازم نتعشى. اه وبالذات العروسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقعدي جنب الحاج. انت مكسوفه ولا ايه؟ دليله ليلتك يا عروسه. لا يا اخت مايا اوعي تتكسفي ابدا، ده انت في بيتك واحنا اخواتك. طبعا، وبعدين اللي يتكسف من بنت عمه ما يجيبش منها ايه؟ عيال يا حبيبتي. بسم الله عليكي، انا عامله لك بقى شويه فول مصري انما ايه عسل يستهلوا بقك. ودي يا اختي فول دي مربى بقى اسكندراني تشتغل بقى. خدي يا اختي بلعي بالميه. ميه لا، ميه لا، العصير افيد. اتفضلي يا حبيبتي بالهنا والشفا، مطرح ما يسري يمري، مطرح ما يحط راسه ويحط رجليه بقى. بالراحه يا بنات، بالراحه يا نسم، ما تبقوش نسمه قوي كده. العصير. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بلعي عصير من خد العصير. قربي لي الفول يا بلاش فول، ياكل بيض. كلت بالليل انت امبارح فول. لا ده حاجه تعملها في دماغك. ما عملتها وكانت نيه. ونزلت كده. اه كنت نيه برضه. لا لا كده على طول. اشربي العصير. الحمد لله. مش قلت لك ان هما نسمه وهيدلعوكي ويرحبوا بيكي بذمتك؟ بعمرك اتدلعتي كده في بيتكم؟ ما بعرف ليش حاسه انه الاكل فيه شيء غريب. لا ده عشان انت مش متعوده على الاكل المصري، واخدالي على الفتافيت والكتاكيت العصافير بتاعتكم. لا الظاهر انه عن جد تقلت بالاكل. يا حبيبتي هو ده الاكل المصري يرم. وبطني كمان عم يوجعني كتير يا فواز. ما توهميش نفسك بقى. هو لاهلي كمان شغلين لبالي عم بقول لهم ما حدا عم برد. ما هم جايين بكره يا بنتي. لا اله الا الله، بتشغلي نفسك ليه بقى؟ انت بطنك وجعاكي بجد ولا ايه؟ كتير كتير يا فواز عن جد كتير. لا اله الا الله، مش للدرجات يا حبيبتي. ما تخافيش، انا دلوقتي في ثواني هضيع لك الالم ده وهتحسي بسحر، سحر بيمسح كل الاوجاع. اللي بيسمعك بقول انك عن جد بتحبني فواز. عن جد وعن هزار وعن كل حاجه. بلاش المية اديها العصير، بلاش الجبنة، بلاش الفل الحج يا ولاد. ها قلتلي مش فاهم. انهار والنبي ابن حلال تيجي تلعب بصرة؟ نهار والنبي الزعل ما كويس علشانك بالذات الليلاتي. وبعدين عيب عندنا ضيوف، البنت غريبه هنفرجها غسلنا الوسخ على اول مره. ما تطلعيش زرابيني يا نهار وانت عارفاها. تسلمي يا اخويا زرابينك، تسلمي. تعالي 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 هنا. حطيت لها ايه في الاكل؟ والنبي يا اخويا ما حطيت حاجه، مش انت اللي قايل لي احط لها حبايه منع الحمل جوه في العصير؟ غير حبايه منع الحمل، حطيت لها ايه عشان يوجع بطنها كده؟ ولا حاجه اوعى، انت اللي سبت لنا لبنان كلها ورايح جايب لي عرسه حته بتاع سنكوحه كده وتلاقي معدتها قد كده مش واخده على اكل العز بتاعنا. ماشي يا نار، انما قسما بالله لو عرفت او شميت، بس شميت انك ليكي دعوه بالموضوع ده انت ولا جوز الخيل، يا ويلكم مني. تسلمني يا اخويا مناخيرك. بس بس